بونجور، معكم مدام مها. أنا بدرس 163 من كتابنا غرامير إكسبليكي دو فرونسي. وصلنا على شابتر 7، الفصل السابع، اللي هو الإكسبريسيون دو لانتنسيتي إي دو لا كومباريزون، يعني التفضيل، المقارنة والتفضيل، كيف بقارن بين شيئين أو كيف بعطي التفضيل. يعني الانتنسيتي هو السوبرلاتيف، يعني هل عم بعطي أكثر شيء ولا أقل شيء درجة شدة. كيلي لا ديفيرونس أونتخ، ما هو الفارق بين انتنسيتي و كومباريزون، يعني سوبرلاتيف و كومباريزون، التفضيل والمقارنة. تفضيل مقارنة. Mais Charles Paul Verlaine, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. عم قلبي يبكي كما تمطر السماء على المدينة. قصائد حلوة بول فيرلين. وكمان بنبدأ بعنوان لفيلم Mon meilleur ami, صديقي المفضل. Peut-on dire, بنقدر نقول C'est trop superbe, كتير رائع. Quelle différence y a-t-il entre peu et un peu, شوي كمان شوي. Pourquoi dit-on beaucoup mieux, ليش بنقدر نقول beaucoup mieux, وما بقدر بقول beaucoup meilleur. Est-ce qu'il faut dire, هل لازم نقول c'est le restaurant meilleur de la ville, المطعم الأفضل في المدينة ولا سي لو ريستوران لو ميور دو لا فيل؟ أني صح كله رح نشوفه. كان بوتون أوتيليزي مواندغ، إيمت بستخدم أصغر؟ هدول هالأسئلة كلها إجاباتها في الدرس اللي رح نقوله. سي دو نوسيون، هالمفهومين المقارنة والتفضيل peuvent concerner بيتعلقوا بان adjectif ظرف، يعني بعمل مقارنة على ظرف أو على صفة أو على ظرف adverb أو نوم اسم أو verb فعل. نبدأ بالانتنسيتي. شو هي الانتنسيتي؟ هي الشدة أو قوة، عم بعطي قوة للعبارة، عم بعطيها قوة أكتر، ممكن تكون أقل أو أكتر، يعني الأكتر قيمة مطلقة. n'est pas toujours indiqué ما كتير يعني ما بتكون متعلقة بغابور à quelque chose d'autre، لأنه هي قيمة القصوى أو الدنيا، فما في داعي لأنه يكون في شيء ما قبيله مثل comparaison. on l'appelle quelquefois ونسميه أحيانا superlative absolu، يعني القيمة المطلقة الأكثر أو الأقل. elle est très sportive، هي كتير رياضية، عطيت intensité forte، قوة كبيرة، عطيت يعني لما بقول elle est sportive هي رياضية تعطيني معنى، ولما بقول elle est très sportive عطتني معنى أقوى، فإذا أنا أضفت قوة للتعبير. certains adverbes، بعض الظروف، ou certains préfixes أو بعض السابقة اللي بضيفها ببداية الكلمة، جزء من كلمة بضيفه في البداية بيعطيني قوة وتأثير أكبر. مارك لو دوغري، اثنيناتهم هدول إن كان بريفيكس وإن كان أدفيرب بيعطوني لو دوغري دو سيت انتنسيتي، درجة قوة اللي أضفتها للعبارة أو درجة شدة التي أضفتها للعبارة. أن روفانش، بالمقابل، dans la comparaison، بينما بالمقارنة، ففي عندي نقيدين، ندين، اثنين بدي أقارن بيناتهم. هون ما قارنته مع شيء، قلت هي كتير رياضية، هي شوي رياضية، هي رياضية وسط، فأنا ما قارنت، ما في عندي بارابور أ كيلكو شوز دوتر، ما في حدا تاني عم بقارن معه. بينما الكومباريزون، أون كونسيدير توجور، بنعتبر دايما أن إليمون، في عندي عنصر par rapport à un autre، نسبة إلى عنصر آخر، عم بقارن بيناتهم. on fait état des ressemblances، عم بعمل مقارنة بتشبيه، et des différences، والفارق
بين فروقات وبين تشابيه entre deux personnes, بين شخصين, deux choses, شيئين, deux qualités, صفتين, deux actions, فعلين. On les confronte, يعني عم نقابل بيناتهم. Elle est plus sportive que sa sœur. هي رياضية أكثر من أختها. هونيك بس عم بقول فوق قلت إلي très sportive. بس ما في حدا هون بينما هون Elle est plus sportive que sœur. هي sœur. هي رياضية أكثر من أختها. رح ناخدهم وحدة وحدة. أول شيء ناخد الانتنسيتي الشدة دعتي الشدة أكثر مو الكومباراتيف أبسولو لا دعتي انتنسيتي يعني قوة وشدة للعبارة نشوف شو كيف أنا بستخدم الإكسبرسيون دو الانتنسيتي Il existe trois degrés possibles d'intensité عندي ثلاث درجات لقوة التأثير في الكلمة إما تأثير قوي فورت أو موين متوسط متوسط أو معتدل إما فيبل ضعيف نشوف إذا كان دعاتي مزيد من القوة مزيد من التأثير للعبارة شو بستخدم exprimer une intensité forte دعاتي شدة قوية تأثير قوي أعطي مزيد من القوة للتعبير يا مع adverb مع ظرف أو مع prefixes سابقة للكلمة طب الأدفيرب مع شو بستخدمه؟ أدفيرب مثل شو؟ مثل très كثيرا énormément للغاية extrêmement كمان للغاية كتير كتير باهظ باهظ يمكن للسعر كتير عالي parfaitement تماما بشكل كامل هذه كلها أدفيرب لوهم شو؟ على شو بعطي قوة لشو للأدجكتيف أو للأدفيرب للصفة يعني مثل ما عدت معنا très sportive كتير رياضية أو للأدفيرب كمان ظرف مثل beaucoup de بس بيجوا مع الأسماء يعني مع الصفة والظرف بستخدم بدون de مع de بستخدم الأسماء beaucoup de énormément de وكمان فعل بس بيجي الظرف بعده فعل ثم plus beaucoup او extrêmement او énormément للغاية il est très intelligent هو ذكي كتير il est مع الفعل il est très intelligent اضفنا الظرف لصفة et parfaitement bien élevé وكتير كمان مربى متربي مو مربى يعني مو مربى لا متربي كتير منيح parfaitement bien élevé elle court هي تركض très vite سريعا جدا هون عم بضيف الظرف لظرف او ظرف لصفه elle nage عم تسبح extrêmement bien ظرف لظرف إذن هون très intelligent ظرف لصفة parfaitement bien élevé أضفنا parfaitement ظرف وكمان ظرف للصفة élevé elle court très vite هون عم بضيف degré intensité forte لظرف vite سريعا يتركض سريعا elle nage تسبح extrêmement bien ظرف اضفته للظرف تاني بس وين يجو بعد الفعل عم يجي الفعل وبعده عم تجي هالظروف هاي il s'ennuie beaucoup هون مع كثيرا يمل كثيرا مثل il court vite beaucoup هي عم تعطي شده للفعل s'ennuie هو يمل كثيرا il ne sait pas quoi faire ما بيعرف شو يعمل تخو مارك اون انتنسيتي اكسيسيف يعني بتعطيني شده كتير قويه اكثر من تخي
الاكسرسيس اي ترو ديفيسيل، التمرين كتير كتير بالغ الصعوبة. جو بو با لو فير، ما عم بحسن اعملو احلو. Il y a trop de vent. في رياح قوية جدا. Je rentre. انا راجع. اذا قلنا نستخدم نعطي انتنسيتي فورت، شدة او قوة للتعبير من خلال ظرف بضيفه لصفة او للظرف، يعني ظرف بينضاف لصفة او لظرف، او بستخدم فعل مع الظرف. هلا ممكن اعطي انتنسيتي فورت مع البريفيكس، اضافة سابقة، يعني مثل ايبر سوبر هيك بضيفهم اكثر. سور خط، لانه هادي عم تعطيني هي بريفيكس، عم تعطيني اضافة لمعنى تاني جنبه مع صفة او مع ظرف. اكسترا يعني فائق اكثر بكثير. سوبر يعني ممتاز رائع. اخشي كمان كتير كبير. ايبر كتير كبير مع ادجكتيف او احيانا مع الظرف. سي بريفيكس هالسوابق هدول سامبل وبستخدمون سورتو الوغال فاميلي، اكثر شيء بالشفهي المألوف العادي. يعني جيتي سوبر كونتون، انا كنت مسرور في غاية السرور. كونتان جو سوي جيتي كونتان، انا كنت مسرور. سوبر كونتان يعني كتير كتير، عم ببالغ جدا في سعادتي، كنت فائق السعادة. ايمت دو فوار مي كوبان، لرؤية اصدقائي. سيتي ايبر بيان، رائع جدا، هذا شيء رائع جدا. ايبر بيان. ليكزامان ايتي، الفحص كان اخشي ديفيسيل، في بغاية الصعوبة، كتير صعب. إذا هدول كلهم بريفيكس، سوبر، إيبر، أخشي، عم تعطيني مزيد من القوة للصفة وللظرف، للصفة كونتان ديفيسيل وللظرف بيان. إذا نستخدم بالغ القوة مع إعطاء معنى كبير للظرف مع ظرف ومع سابقة، وبضيفهم إما الظرف بضيفه للصفة أو لظرف تاني، أو بحط الفعل ومن بعده بيجي الظرف. مع البريفيكس ممكن يجيني صفة أو ظرف. Souvent on ne met pas le tiré، كتير أوقات ما بيستخدموا هالخط هذا، فبيقولوا فورا hyper bien، رائع جدا. أخشي ديفيسيل، صعب جدا. هلا خلصنا من الانتنسيتي فورت، الشده القويه، نشوف الشده المتوسطه. exprimer une intensité moyenne avec des adverbes مع الظرف. شو بستخدم الظرف؟ بستخدم لحتى اعطي شده متوسطه لصفه او لظرف، او احيانا بجو لحالهم. أسي شكل يعني وسط، أكثر من وسط، لا بأس، يعني موين ما معتدل. بلوتو بالأحرى، أكثر شوي، بخيسك تقريبا، بلوزو ما نوعا ما، مع الأدجكتيف وأدفيرب مثل ما قلنا. جيتي أسي كونتان يعني أنا كنت مسرور دو لفوار، لرؤيته. إتوا وإنتي؟ وي moi aussi، وانا كمان. جيتي بلوتو كونتان، انا كمان كنت، بالاحرى انا كنت كمان مبسوط. ايه مبسوط، بس مو في بالغ السعادة، لا، مبسوط بشكل وسط يعني. مي سان بلوس، مو اكتر. جو لابريسي موينمون، انا بحترمه يعني، بس بحترمه بشكل متوسط معتدل يعني. تي سي مثل ما بتعرف. On utilise نستخدم بالشفهي souvent surtout à l'oral، خاصة بالشفهي pas mal، يعني مثل assez. pas mal يعني مو كتير سيء. alors il est bien ce film، منيح كان، كويس هالفيلم. oui pas mal، ما اشبه شي. assez bien يعني ما اشبه شي، منيح، ماشي حاله.
exprimer une intensité faible زاد عبر عن اعطي اضعف الكلمه خليها تصير اضعف في شدتها اضعف بقوتها وبتاثيرها بستخدم ظرف مع صفه او مع ظرف تاني هو peu او pas très قليل او مو كتير مو كتير مع adjectif او adverbe il est peu satisfait مو كتير مبسوط مو كتير مقتنع de ce qu'il a fait مو كتير راضي عن الشيء اللي عمله le jour de l'examen يوم الفحص ما كتير مبسوط remarque ملاحظه il n'est pas rare de rencontrer plusieurs adverbes à la suite ما هو شغله نادره انه نقابل نصادف عده ظروف مع بعض بس لازم نعرف شو هي الظروف ماكلو بيستخدموا هيك للتعيين في شيء بيستخدموا مع بعض فنحن بنحفظهم il a vraiment beaucoup trop travaillé اشتغل بشكل كتير كبير il est épuisé هو منهك مرهق شو استخدمنا vraiment beaucoup trop ظرف 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 هدول تبعات الشده beaucoup trop منقول beaucoup trop elle a fait هي عملت relativement نسبيا peu d'effort نسبيا جهود قليله relativement peu بشكل نسبي قليل من الجهود ce trimestre هالفصل son frère en a fait ou أخوه عمل nettement plus أكثر بشكل واضح nettement plus يعني شغله كان أحسن بكتير يعني درجة الشدة أعلى nettement plus بينما هي relativement peu نسبيا قليل elle s'est beaucoup plus amusée que lui هي لأن تسلت أكثر بكتير منه elle s'est بدل elle s'est plus amusée que lui هي تسلت أكثر منه لا beaucoup plus إذا ممكن أقول beaucoup trop relativement peu nettement plus beaucoup plus beaucoup plus amusée que lui وصلنا على الإكسبرسيون دو لا كومباريزون رح وقف هون وخلصنا الشدة القوة مزيد من القوة يعني لي تخوا مويان دو لانتونسيتي إعطاء درجات القوة الثلاثة اللي هي فورت مويان إي فيبل وكان درسنا عن التعبير عن الانتنسيتي اي دو لا كومباريزون خلصنا الانتنسيتي والدرس القادم نبدا بالكومباريزون وكانت معكم مدام ماتوتكو او ريفوار على بروشين فوا باي باي